هل النرجسي سعيد في علاقته الجديدة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم أحبائي؟ أتمنى أن تكونوا في أفضل حال. معكم كوتش نعمان زريوح في حلقة جديدة من فضفضة مع نعمان. اليوم يوم أحد، موعدنا المعتاد مع فضفضة مع نعمان. فضفضة هذا اليوم ستكون جوابا على سؤال إحدى متتبعات هذه القناة الكريمات من العراق، هذا البلد الرائع. تحياتي للشعب العراقي الأبي. خلاصة هذه الفضفضة، كوتش نعمان طليق النرجسي هو الآن في علاقة جديدة، يبدو سعيدا. أنا لا أستطيع أن أقاوم الفضول، أنا أبحث عن أخباره بصراحة، وقد اكتشفت أنه سعيد. هو يضع صورا رائعة جميلة على مواقع التواصل الاجتماعي. أخبرني كوتش نعمان، هل وجد هذا الشريك؟ هل وجد أخيرا علاقته المناسبة؟ هل هو فعلا سعيد؟ ألم يكن سعيدا معي وهو الآن مرتاح في علاقته مع هذه الزوجة الجديدة؟ أنا محتارة، أنا حزينة، أجبني يا كوتش. أختي العزيزة، انتبهي جيدا لأنني الآن سوف أجيب عن هذا السؤال الذي يؤرقك أنت، ولكن يؤرق جميع ضحايا النرجسيين. هل شريك النرجسي هو سعيد في علاقته الجديدة؟ جوابي سوف يريحك للأبد. فيديو يجب مشاهدته حتى آخر ثانية. قبل البدء، لايك ليصل هذا المحتوى لأكبر عدد من ضحايا النرجسيين، ولا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس. فمرحبا بكم أحبائي في هذا الفيديو المصيري. قبل البدء كالعادة أذكر أنني أتوجه للمرأة على أنها ضحية، فقط للتبسيط. إذا كنت رجلا وضحية لمرأة النرجسية فما عليك سوى قلب الأدوار. هذا الفيديو أيضا ينطبق على المرأة النرجسية. النرجسي بطبعه عندما يدخل في علاقة فهو يدخل لمصلحة، يجب أن يأخذ وقوده النرجسي. هنا أنا أتحدث باختصار بخلاصة، لأن خلاصة النرجسي تكمن في الوقود النرجسي، قد يكون إيجابيا أو سلبيا. أنت بالنسبة له فقط مصدر وقود نرجسي، أنت بضاعة، أنت منتوج لديه مدة صلاحية. عندما تنتهي هذه المدة، أي مدة الصلاحية، فأنت بدون جدوى بالنسبة له، وسوف يرميك بطبيعة الحال. وهذا ما يحدث لجميع ضحايا النرجسيين، اللواتي قد رماهن النرجسي واللواتي سوف يرميهن يوما ما. هنا يأتي السؤال كوتش نعمان، وماذا عندما ينتقل لضحية جديدة؟ وماذا عندما يبدأ علاقة جديدة؟ كيف تكون حال هذه الضحية؟ وكيف يكون حال النرجسي؟ هل يكون سعيدا معها؟ هل هي بالفعل الفريسة أو الضحية المناسبة للنرجسي؟ قبل أن أجيب عن هذا السؤال، أريدك أن تنتبه لملاحظة مهمة جدا. هذه الملاحظة هي أن هذه الفريسة هي بدورها بضاعة، سلعة لديها مدة صلاحية. الفرق بينك وبينها يا أختي العزيزة هو أن مدة صلاحيتها قد بدأت للتو، وأنت مدة صلاحيتك قد انتهت. نعم يا أختي العزيزة، النرجسي عندما ينتقل لضحية جديدة، وهنا أريدك أن تشاركيني بتجربتك في التعليق، ألم تري أن النرجسي فهو يقفز مباشرة بعد نهاية العلاقة لضحية جديدة؟ هذا بالفعل، لأنه قد يكون قد اصطادها وهو معك، كان يخونك معها، ولأنه بالفعل لا يستطيع أن يعيش لوحده، لأنه فارغ، لأنه لا يستطيع أن يواجه نفسه. يجب دائما أن يقتات على الآخرين، ولهذا فأنا أسميه دائما حشرة طفيلية.
لأنه يتطفل على الآخرين، يقتات على طاقة الآخرين، خصوصا ضحيته الرئيسية. أنت الآن لم تعودي ضحية رئيسية، هو قد رماك ولكنه سوف يعود لك يوما ما. النرجسي يقفز لضحية جديدة لكي يبدأ معها دورة الاستغلال النرجسي من جديد. نعم، أنت الآن يا أختي العزيزة قد رأيت هذه الصور، صورا جميلة يبدو فيها النرجسي سعيدا، ولكن هل تعلمين شيئا؟ هذه فقط مرحلة قصف الحب التي تعيشها هذه المسكينة، هذه الضحية، هذه الفريسة الجديدة. لا تحسديها يا أختي العزيزة، عليك أن تشفقي عليها لأنها ضحية، لأنها الآن مغيبة. حتى ولو اتصلت بها، حتى ولو حاولت أن تقنعيها بأن تنفصل عنه، بأن تهرب، ولكنها لن تستجيب لك، لأن النرجسية قد تحدث عنك، قد شوه سمعتك أمامها. نعم، إنها الحقيقة التي عليك أن تعرفيها. لا تحاولي أن تنقذي هذه الضحية، هي الآن مغيبة، هي الآن تحت رحمة قصف الحب النرجسي. والنرجسي الخبيث بطبيعة الحال فهو يعرف أنك مدمنة عليه، حتى ولو قد انفصلت عنه فأنت متعلقة به وسوف تبحثين عنه، خصوصا في وسائل التواصل الاجتماعي، ولهذا فهو يثير غيرتك عن طريق وضع هذه الصور. ولكنه في قرارة نفسه، فهو يعرف أنه فقط في مرحلة قصف الحب مع هذه الضحية، وسوف ينتقل معها للمراحل القادمة والتي أنت بالفعل تعرفين عواقبها. إنه جهنم، إنه الجحيم. العلاقة الجديدة بالنسبة للنرجسي هي فقط مصدر تموين جديد، سوف ينتهي، سوف يرميه، وسوف يقفز لعلاقة أخرى، وقد يعود إليك عندما يراك متألقة ناجحة. وأريد من كل ضحية نرجسي قد حاول هذا الخبيث أن يعيدها للعلاقة أن تحكي لي تجربتها أسفل هذا الفيديو في خانة التعليق. تعلمون أن خانة التعليق في هذه القناة هي منبر ضحايا النرجسيين. إذن يا أختي العزيزة، لا تحسي بالحسرة، لا تحسي بالحزن، بالندم، لا تعتقدي بأن النرجسي الآن سعيد، النرجسي حزين، النرجسي كئيب، النرجسي وحيد، ولو أنه في علاقة، لأنه لا يستطيع أن يحس بالحب، وهذا بالفعل قد اكتشفته بنفسك. النرجسي لن يتغير أبدا، ولو أنه يبدو سعيدا هو في الحقيقة لا يحس بالسعادة أبدا. النرجسي فقط يبحث عن استغلال الآخرين، عن تدميرهم. النرجسي فارغ من الداخل، النرجسي لن يستطيع أبدا أن يحس بالعاطفة ولو تجاه أطفاله. أختي العزيزة، إياك أن تحسي بالحسرة، عليك أن تحسي بالسعادة لأنك قد تحررت، وعليك أن تشفقي على هذه الضحية الجديدة لأنها سوف تعاني الويلات. في نهاية هذه الفضفضة الجديدة مع نعمان، أريدك أن تحسي بالفرحة، أريدك أن تستمتعي بالحرية التي تعيشينها، بالاستقلالية التي حصلت عليها. لقد تحررت من خبيث، لقد تحررت من شيطان، لقد تحررت من إنسان هدفه الأول والأخير هو تدميرك، ولكنه لم يتمكن من هذا. عليك أن تحتفلي بانتصارك، لا تتحسري على الماضي، عليك أن تنظري للمستقبل، وهذا المستقبل أنا متأكد أنه سيكون مشرقا بالنسبة لك. كوني واثقة بأن هذا القرار، أي قرار الانفصال عن النرجسي، هو أهم قرار في حياتك. إذا أعجبكم هذا الفيديو، المرجو وضع لايك، مشاركته على أوسع نطاق لتعم الفائدة في الوصف.
سأترك لكم روابط فيديوهات أخرى لتشاهدوها، رابطا لتتواصلوا معي، روابط صفحاتي الاجتماعية ورابط موقعي الإلكتروني. في الوصف أيضا هناك رابط واتساب لمن يحتاج لاستشارات شخصية معي مباشرة حتى تنتقل حياتك لمستوى أعلى بمشيئة الله. قبل أن أغادر وكالعادة سوف أترك لك سؤالا أختي العزيزة، أنتظر جوابك عنه أسفل هذا الفيديو في خانة التعليق. هذا السؤال هو: ماذا كان إحساسك عندما رأيت طليقك النرجسي مع ضحية جديدة؟ هل أحسست بالحزن، بالحسرة؟ أجيبيني في التعليق أسفل هذا الفيديو. تعلمين أن خانة التعليق في هذه القناة هي منبر ضحايا النرجسيين. موعدنا بحول الله تعالى يتجدد في الفيديو القادم، وكالعادة أحبائي كونوا سعداء.